وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ديوان إثراء. هذا البرنامج يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس لسلط الضوء فيه على أهم وأبرز القضايا الأسرية والمجتمعية. يمكن موضوعنا اليوم راح يكون موضوع شبابي أكثر، موضوع يمكن يحتاجه الكثير في هذا الوقت بالتحديد، هو تسجيل الجامعة والأسس والمعايير لكل ما يخص جامعة دولة الكويت أو حتى ما يخص جميع الطلبة المتخرجين حديثا. راح اتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام. بدايه دعوني ارحب فيهم من داخل استديو تركي فوات الضفيري منسق عام جامعه الكويت. حياك الله استاذي سعد البارفي. يا هلا ومرحبا، شاكرين لكم اتاحت لنا الفرصه عن التحدث مع هذه المواضيع وافاده اخواننا الخريجين من الثانويه العامه. حياك الله ايضا الاستاذ علي جابر مقصيد رئيس لجنه المستجدين سابقا بجامعه الكويت. يا هلا فيك استاذي، حياك الله وشاكرين لكم على الاستضافه. حياك الله ايضا منصور عدنان المضاحكه رئيس لجنه المستجدين ولجنة Ask Me في أحد الجامعات الخاصة. أشكركم على حسن الاستضافة، ومسي عليكم الخير وعلى السادة المشاهدين، إن شاء الله تكون حلقة طيبة بإذن الله. Ask Me أنا عجبني العنوان، إن شاء الله راح نتكلم بالتفصيل عن الجامعة والتسجيل في جامعات دولة الكويت، لكن بعد هذا الفاصل. عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. مثل ما ذكرنا قبل ونأخذ معكم هذا الفاصل، ضيوفنا الكرام متواجدين حاليا راح نتكلم عن طريقة التسجيل والقبول لحديثي التخرج من الثانوية العامة. بداية مع تركي فواز الضفيري المنسق العام جامعة دولة الكويت، خلنا نتكلم يعني بشكل سريع مبدئي، واحد يخلص من الثانوية وين يروح وين يتجه وشنو الطريقة؟ هل هي أونلاين ولا حضور وش المطلوب؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا الطالب لما يتخرج من ثانوية راح يواجه صعوبة بالتوجيه والتوجه وشنو الطريقة. بداية أول شيء لازم يكون عنده شهادة من ثانوية إذا كانت صادرة من الكويت، إن الشهادة الأصلية وصورة عنها، صورة أصلية عنها. إذا من الخارج هم شهادة أصلية وصورة خارجية والبطاقة المدنية وصورة شخصية ودفع رسوم عشر دنانير، هذا بخصوص جامعة الكويت. ولأسئلة يعني وكله بحضوري يا فواز، ما يكون أونلاين؟ لا حضوري. سابقا كان فقط حضوري، لكن ظل التقدم اللي قاعد يحصل في جامعة الكويت كل شيء صار أونلاين. أما بالنسبة للمدارس الخاصة يقدمون طلب أولا ومن ثم تسليم الشهادة، على خلاف الثانويات الحكومية اللي هم يسلمون شهادة من البداية مباشرة. لازم مباشرة. زين حاضرك الأونلاين ويب سايت؟ حاضر بالحافظة عشان نذكر للمشاهدين الكرام لأنه مهم جدا، خصوصا حاليا خرجت ثانوية العموم يدور الرياحية، عرفت ان الجو صيف وحر فيقول خلنا نسجل وانا قاعد احسن اني ما اروح، فاذا كان يحضرك او حتى بعد غريب مو مشكلة. انا للامانة جامعة الكويت موقعها سلس جدا وفي جميع الشروط وجميع الامور اللي يحتاجها الطالب كطريقة تقديم، مثل بروشور موجود داخل الموقع يشرح لك فيه الامور كاملة. شلون الطرق كلها؟ زين التسجيل نفس قبل واسم الموقع جامعة الكويت. جامعة الكويت. زي لو واحد بيروح يروح نفس تسجيل قبول السابق اللي بشويخ ولا تغير صار حاليا بالشدادية؟ في صالة زين والشدادية ممكن يحضر ويسجل ويحضر أموره طيبة. تساعدونا في طلبة قاعد تساعده يعني بعض الطلبة ترى يستحي توه ما فعلا يتحرك بهالتوقيت يبلش. احنا الحمد لله انه يعني في جامعة الكويت عندنا قوائم طلابية باختلاف الأسامي باختلاف هذا الهدف هو خدمة الطلبة، فاللجوء للقوائم الطلابية سيسهم بالتسليس العملية. جميل. تسجيل. أيضا خلنا نتوجه لعلي جابر المقصيد، لما نتكلم عن الأسس والمعايير لاختيار الجامعة إذا تكلمنا عنها علي. في بداية الطالب بعد التخرج يرى ميوله، يعني في بعض الكليات قد لا تحتوي على التخصصات اللي فيها ميول الطالب نفسه. على سبيل المثال اليوم تخصص اللي هو الحقوق بالكويت متوفر فقط في جامعة الكويت وفي إحدى الكليات الخاصة. خاصة فقط؟ نعم. زين أنا نسبتي ما تأهلني لأمر معين وأنا أبيها مثلا، نعم. أقدر أحول من مكان لمكان أسجل مثلا في كلية معينة بعدين أنتقل تحويل، شلون الطريقة اللي تصير مثلا؟ نعم صحيح. بالنسبة للتحويل للأمانة التحويل ليس بالصعب مثل ما نقول، يعني تنقبل بأي كلية أيا كانت طبعا بعد ملء الرغبات وكذا بالكلية اللي انت فيها. طبعا شروط التحويل على جميع الكليات، على جميع الكليات من أي كلية تقدر تحول إلى كلية الحقوق بذات الشروط. جميل.
اي نعم خلال سنة دراسية تقريبا، واي طالب يستطيع ان يحول. جميل. خلينا نتوجه لمنصور عدنان الضحك، لو بتكلم عن لجنة اسك مي خلينا نعرفها في البداية قبل لا اتكلم معاك شنو منوط عندكم. بعد مطالبة رابطة الطلبة وطالبات جامعة الخليج وبالتعاون مع الإدارة الجامعية أوجدوا لجنة اسمها لجنة اسك مي. لجنة اسك مي هي مختصة بالطلبة المستجدين والطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعة. هي المخولة باعتماد قبولهم وبمساعدتهم خلال جميع فترات العام. فلجنة اسك مي تستلم الطالب من باب الجامعة إلى يتخرج. هذه الفكرة. زين انتم كلجنة شلون دشيتم فيها؟ يعني شلون خلينا نقول صرتم ما شاء الله لجنة وصرتم مثلا تساعدون العالم، على اي اساس صار هذا القرار باتخاذ انشاء اللجنة؟ في ناحيتين. الناحية الاولى بان الطالب المستجد دائما يك او مثل ما نقول مو عارف وين يروح وين يتوجه، فاوجدنا فكرة انه يكون في شباب يساعدون الطلبة في جميع الأوقات في جميع الأحوال، إن كان يحتاج أي استفسار فنكون متواجدين داخل الحرم الجامعي. اثنين، تأسيس اللجنة من بداية جامعة الخليج كانت على فكرة أن جيل يسلم جيل وجيل يتبع مساعد جيل. فأنا مثل يعني أنا يوم من الأيام كنت مسجل بالجامعة وشفت الجيل اللي فوقي يساعدني. أنت أي سنة الحين؟ أنا الحين ثاني سنة بالجامعة. ما شاء الله. أي تخصص؟ محاسبة. محاسبة. نعم. شاطر بالحساب يعني؟ إن شاء الله. ما شاء الله عليك، الله يوفقك يا رب. أيضا نرجع حق تركيا. تركيا كم مقعد مسموح لها السنة هذه بالجامعة؟ مقاعد كافية للطلبة اللي متخرجين من الثانوية حديثا؟ في حدود 8000، لكن مو حصر على كلية معينة، على أكثر من كلية. لكن دام أنك طرحت هالسؤال أنا حاب أنصح نصيحة. هي. إذا أنت بخاطرك رغبات معينة مثل الطب والهندسة وكلية الحقوق ارتقي في الدرجة. شد عليك بالثانوية قصدك؟ لازم. زين ليش يعني دائما عندكم خلينا نقول كثرة على تخصص معين؟ يعني ليش في كليات مرغوبة حيل وكليات تعتبر منسية؟ هل هذا الأمر موجود عندكم؟ يعني في كليات تقع عليها طق خلينا مثلا نسميها بالعامي ناس يعني ما شاء الله كلها تبيها، وفي كليات لا يعني ممكن يكون في قبول فيها سهل. في مثلا كلية الطب راح يكون عليها إقبال بشكل كبير. الطب شيء جميل والله. لكن كم نسبة الطب؟ يعني كم اللي مسموح؟ 95 98 الى 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 100. يعني هي صعبه. وهني راح تلقى انه مثلا صعب قبول بجامعه بكليه الطب لان نسبها عاليه والمقاعد قليله محدوده. في بعض الكليات ممكن تكون فيها قبول عدد طلبه لانها تستحمل الطلبه، يعني مثلا قبول 1000 2000 طالب في كليه واحده. في مثلا كليه الحقوق، كوني طالب في كليه الحقوق كان اذكر قبولنا 650 طالب. ما شاء الله. 650 مقعد. بالاضافه لانه راح يتم حساب المحولين. المحولين يحسبون مقعد جديد لنفس الكليه. فلما يزيد ضغط التقديم ويزيد الرغبه وخاصه مثل الحقوق، مثلا انا سبب توجهي للحقوق ان انا مجرد تخرجي من الحقوق انا متاحت لي جميع الوزارات بقطاعاتها، وطبعا رغبه طالب الحقوق النيابه العامه المحامي، لكن طالب الحقوق جوكر. الباب الوظيفي يكون فيها متسع اكثر من كليات معينه. نفس الطب يضمن وظيفته بعد ما يتخرج. فيعني في بعض التخصصات راح يضمن وظيفته فيها مجرد تتخرج. وين شايف نفسك؟ وين ودك انت بعد تخرج ان شاء الله؟ نشوفك بعد تخرج. خططت هذا الامر يعني؟ لا ما في صوره، لازم تتخرج بس تتخرج. لازم تتخرج. جميل. ايضا خلينا نتكلم مع الاستاذ علي مقصيد. لما نتكلم عن اكثر مشاكل تواجهكم داخل الجامعة من ناحية القبول والتسجيل، شنو أكثر شيء تعانون مع الطلبة؟ خصوصاً لما يكون طالب تو طالب من الثانوية، فكر غير، البيئة اللي هو طالع منها غير، طريقة التسجيل، انتظام بالجامعة، أصبح طالب جامعي أكبر أرقى، شو ممكن تتعاملوا معاه وشنو أكثر ما يواجهكم من مشاكل؟ طبعاً لما نتكلم عن الوقت الحالي تقدر تقول الصعوبات قلت بالنسبة للطالب، يعني التسجيل صار إلكتروني، اعتماد القبول صار إلكتروني، تحديد الرغبات صار إلكتروني، فلله الحمد يعني مجرد التواصل مع الطالب المستجد عن طريق الهاتف مثلا على سبيل المثال وتوضيح بعض الشروط والأساسيات يعني أصبح في الوقت الحالي لله الحمد سهل. ما شاء الله. أي نعم. يعني صار ما عاد في مشاكل نفس قبل، الزحمة واللويا ما عاد فيه؟ لا زالت لكن قلت.
قلت بنسبة كبيرة لله الحمد. يكون تواجدكم بشكل يومي داخل الجامعة داخل لجنة الأمانة أثناء فترة التسجيل من متى لمتى؟ هي طبعا التسجيل من متى لمتى تاريخا وساعات عمل؟ طبعا بالنسبة حق فترة التسجيل طبعا بعد تخرج أخواننا وأخواتنا طلبة الثانوية العامة يتم تحديد هذه الفترة. طبعا دوام الإدارة الجامعية يكون الفترة الصباحية غالبا المعتادة يعني إلى حتى واحدة مساء يعني تقدر تقول إيه فترة مسائية لا بالنسبة لهم بس صباحية. إيه نعم جميل. لو بكلمك أستاذ منصور عن الجامعات الخاصة وأنت مثلا في هذه الجامعة الخاصة طالب قدم على جامعة الكويت ما قبلته، هل يحق له يأخذ بعثة إلى جامعتكم وشلون الطريقة؟ نعم يحق له طالب في حال عدم قبوله في جامعة الكويت يحق له أن يقدم على يعني طالب لما يتخرج من الثانوية العامة يقدر يقدم في جامعة الكويت ويقدر يقدم في جامعة خاصة في نفس الوقت. ليش؟ لأنه لا سمح الله في حال عدم قبوله في جامعة الكويت يقدر أن يتوجه إلى الجامعة الخاصة. فهذه الشغلة شو يتحول إلى بعثة؟ يعني أنا قبلوني في جامعة خاصة هل لابد تكون معي نسبة معينة حتى أقبل في البعثة أم لا ما له علاقة؟ يعني ما له علاقه بكنا حسب ارقام ابجديه او ارقام متواجده تاخذ دورك تنطلق. لا هي عدد المقاعد وعلى عدد النسب. النسبه الاعلى هي اللي تدخل. دائما مجلس الجامعات الخاصه في فتره الصيف ينزلون النسب وجميع التخصصات لكل جامعه خاصه. فعلى سبيل المثال جامعه الخليج تقبل في كليه العلوم الاداريه، في جامعه الخليج تقبل 78 حق الادبي و75 حق العلمي. في جامعات غير مختلفه. طبعا يمكن بالنسبه للجامعه الجامعه الخاصه تقبل على هذه النسبه 75 لكن بالجامعة نعم. الكويت تقبل النسبه 75 مثلا كل التربيه في نعم. في العلمي في الكورس الاول يقبلون من 75 الى 85، في الكورس الثاني قبول الكورس الثاني ممكن يكون من 70 الى 80. اما بالنسبه للادبي استحاله قبول تحت 75. جميل. برجع لموضوع الجامعه الخاصه، كل الكليات متاحه عندكم؟ يعني لو قلنا التربيه مثلا موجوده، الهندسه موجوده، الادب الانجليزي موجود، شنو النواقص اللي عندكم مو موجوده مثلا او الشغلات اللي تحتاج في سنوات القادمه توفروها داخل الجامعه؟ انا بتكلم صراحه عن جامعه الخليج لان اغلب الجامعات الخاصه ما شاء الله فيها اغلب التخصصات، لكن في جامعه الخليج احنا عندنا اربع كليات اللي هي كليه العلوم الاداريه، كليه العلوم والاداب، كليه الهندسه والعماره. هذه الاربع كليات اعتقد انها وفرت حق الطلب موفره اكثر جانب اي نعم. جميل. خلينا نرجع لك ايضا ضفيلي بهذا الموضوع خصوصا في جامعه الكويت في التسجيل. كافيه الفتره للتسجيل بالعاده؟ كافي الوقت اللي ياخذونه حق التسجيل؟ في ناس مثلا عندها دور ثاني يمدي ما يمدي، شو الوضع بالنسبه لهم؟ طبعا جامعه الكويت قبل لا تطرح الموضوع هذا وتفتح باب التسجيل تراعي هذه الامور، كون الطلبة انتهوا من فتراتهم الاختبارات الاختبارات الأصلية واختبار الدور الثاني. جميل. فجامعة الكويت هي تراعي الأمور هذه. جميل. تراعي متى خطوة الدور الثاني تم القبول. زين الطلبة كاملين 8000 في كل الكليات أو كل كلية تكون أكثر من الأخرى؟ لا غير متساوي، كل كلية تبدي رغبتها لمدير الجامعة ومدير الجامعة يطرح العدد. جميل. ولما يطرح العدد علي جابر يبدأ خلينا نقول أول يوم تسجيل دخول، شنو نصائحكم توجهها للطلبة؟ يعني طالب تو طالع من الثانوية في جو جديد في جو عام مختلف كلية عن السابق عن الثانوية، شنو النصائح توجهها للطلبة المستجدين؟ إيه بالبداية بعد تحديد وجهة الطالب المستجد مثلا أنه يكون خلاص رسى على أنه يبي يقدم على جامعة الكويت، النصيحة الأولى هي ملء جميع الرغبات، لأن في حالة التقديم إذا لم يتم ملء جميع الرغبات احتمال يرفض طلب التقديم. فمثلا على سبيل المثال أحد الطلبة رغبته بس كلية الطب. يعني لحظة، كم رغبة مطلوب من الطالب يسجل ضروري؟ يعني مو اختيار إجباري، 4 3 2 كم؟ لا تكلم عن يمكن 16 رغبة أو أكثر. 16 رغبة إجبارية أو أكثر. إيه نعم. طبعا أحد الطلبة مثلا على سبيل المثال نسبته عالية جدا ويشوف أنه قبوله مضمون في كلية الحقوق، بالعكس لا بأس، لكن عليه ملء ايضا باقي الرغبات بحيث انه لا يرفض الطلبه. اذا انا مثلا نسبتي مرتفعه حيل وتاهلني اني ادخل كليه الحقوق، شو اللي يمنع ما اكون بس حقوق وابين اني انا ما اريد الا هذه الكليه؟ هذه لاثبات جديه الطالب في حيث انه مصمم انه يدخل جامعه الكويت. اي نعم. يعني اذا كان اكثر من رغبه تبين عند المسؤولين جديه الطالب بالرغبه دخل. اي نعم. اي نعم صحيح. زين اذا واحد بيطلع برا، يعني واحد جايب نسبة لكن يبي بعثة خارجية مثلا، في كانت بجامعة خاصة عندنا أو حتى برا، شنو الآلية اللي يسويها؟ بالنسبة حق البعثات الخارجية
طبعا تقدر تقول انه مشابه يعني، بس انه على قولتهم هناك ابتعاد خارجي يروح طبعا الى التعليم العالي طبعا بعد التواصل مع الجهات المختصه من كطلبه يعني للمساعده، يروح الى التعليم العالي، واعتقد انه هو ايضا موقعهم يكون الكتروني ويقدم رغباته كذلك وينتظر القبول. اخوي منصور، في اقبال عندكم بالجامعه الخليج؟ عندكم اقبال طلبه كويتيين؟ يعني من اتكلم عن خريجي الثانويه الحديثه، في ناس مباشره تتجه جامعه الخليج ولا في ناس اللي ما قبلت في جامعه الكويت تتجه لكم؟ في جامعة الخليج أغلب الطلبة اللي يجون دائما تكون رغبتهم الأولى جامعة الخليج. ليش؟ معنى شو اللي تميز فيه حاليا بالنسبة لكم كفصول كنظام يعني؟ أول شيء نظام الدراسي، نظام الدراسي والبيئة الدراسية تسمح للطالب إنه يرتاح وأن يكون في هيئة البيئة، خلينا نقول بيئة الدراسة مثلا، بيئة الدراسة متعاونة مع الطالب، الإدارة الجامعية دائما في صف الطالب. وجامعة الخليج فيها مميزة اللي هي دائما الرابطه متواجده، خلينا الطالب في اي وقت رابطه. دائما نسمع رابطه منسق ولا رئيس بس انت شو دوركم في قربكم من الطلبه؟ يعني شو الخدمات تقومون فيها للطلبه؟ الطلبه احنا ما شاء الله عارفينهم كثر، ويعني بعض الطلبه يكون شوي خلينا نقول ما عنده درايه في بعض المواضيع، فيكون نوعا ما يعني ملح بالسؤال، فانتم يبيكم صبر، لكن كدوركم في الرابطه كدوركم في اللجان شو تقومون فيها بالضبط؟ دائما دور الرابطه او القوائم دائما تكون خط الدفاع الاول عن الطالب في اي مطلب يحتاج الطالب، دائما تشوف ان الرابطه او القائمه متواجده دائما، هي لسان الطالب، هي لسان الطالب والوسيط بين الطالب والاداره الجامعيه. اغلب الاشياء اللي تقدمها الرابطه اقتراحات اكاديميه، المنشاه، منشاه الجامعه، تحاول ان تنظم البيئه بشكل افضل. في فعاليات عندكم مثلا؟ تقومون دورات، بطولات، مباريات؟ في مباريات، في ندوات تقدمها الرابطة. وفي شغلة في رابطة طلبة وطالبات جامعة الخليج، بأن رابطة طلبة طالبات جامعة الخليج دائما هي لسان، ليس فقط لسان طالب، طبعا بالتعاون مع الأخوة في الروابط الأخرى والقوام من خارج الجامعة، كنا صوت الطالب في الكويت وليس على مستوى الجامعة فقط. الله يعطيكم العافيه والله، بس اذا صار عندك فرقة قدم بالمقصيد ليفربول هذا لازم تشوف له حل صراحه. استاهل داخل مران. ايضا نرجع لاخوي تركي لو بتكلم مثلا عن طريقه التسجيل والقبول في البعثات الخارجيه او الداخليه، شو ممكن الطالب، هل نفس تقديمها لجامعه الكويت يعني الحكوميه، جامعه الكويت هي نفس التسجيل نفس الطريقه، البعثات نفس طريقه التسجيل ولا تختلف من حيث التقديم؟ جامعه الكويت تعتبر هيئه مستقله عن وزارة التربية، هي هيئة مستقلة ولها قراراتها وسيادتها، فتقديمها وتسجيل خاص فيها ولها طريقة خاصة لها ومواعيدها الخاصة وأمورها الخاصة. جميل. ومدير أصلا مدير الجامعة في جامعة الكويت يأخذ بمرتبة وزير، فإحنا إحنا منعزلين، منعزلين إحنا كيان خاص. فبخصوص الجامعات الخاصة أعتقد أخوي منصور مضحكة أعلم بهذا الأمر إن شاء الله. جميل. لا تكبر على الجامعات الخاصة، بما أنكم ما شاء الله مستقلين، الاستقلالية هذه بالنسبة لكم كمنسق عام، منسق عام جامعة الكويت، شنو دورك في الموضوع داخل الجامعة؟ شنو قاعد تسوي؟ لما تقول منسق عام، منسق عام مع من؟ منسق العام يكون مختص في جميع الكليات. جميل. لكن كل كلية لها منسق وكل منسق له اختصاصه، لكن في بعض الأحيان يحتاج طالب، طلبة الهندسة وطلبة الطب مثلا هناك مشكلة تواجههم جميعا، وكان في بعض في كانت مشكلة في الصيف السابق تواجه طلبة جامعة الكويت ككل كطريقة اقتراح من أعضاء مجلس الأمة، وكان يعني في نوع من أنواع تسلط على جامعة الكويت. تختص فينا جميعا، فهنا يقوم مقام منسق العام بأنه ينسق الأمور، أمور الطلبة، مشاكل الطلبة العامة غير مختصة في كلية معينة لحلها. يلجؤكم الطلبة يعني في تواجد خلينا مباشر بينكم وبين الطلبة؟ هل يلجؤون لكم الطلبة مثلا في حال عندهم تظلمات، عندهم مثلا كلام يوصلون إدارة، أنتم من تستقبلونهم تأخذون منهم تعطون عام ولا ماكم علاقة في هذا الموضوع؟ طبعا كل قائمة بعد فوزها بمقاعد بعض الكليات تكون هي صوت الطالب والصوت الرسمي فعلا لها، ومن هذه السلطة يستمد الطالب قوته مع الإدارة، فالقائمة هي تكون الوسيط بين الطالب والإدارة مثل ما أفاد أخوي منصور المضحكة.
من السلطة هذه يستنفذها عضو الجمعية بأنه يتكلم بصوت الطالب. لما أنا أكون ممثل لعدة أشخاص غير على لما أكون أنا متجه شخصي لوحدي ويمكن ما أمثل السلطة، لأن إحنا نملك حسابات في التواصل الاجتماعي، نملك صوت أقوى من فرد، فعلى قولتهم يريد واحدة ما تصفق. أحسنت الله يجزاك خير، كلامك جميل. أيضا منصور لما نتكلم مثل ما وجه السؤال من البداية حق تركي يقول لك الجامعات الخاصة والبعثات الخارجية شنو يشترطون؟ لو واحد بدرس برا يعني يبي طب لكن برا، يبي هندسة لكن برا، ما يبي يعني يكون في داخل الكويت، أو حتى ما تم قبوله مثلا مني بيطلع برا، شنو الطريقة، شنو الآلية؟ هل التقديم مطابق لتقديم الجامعة طبيعي، أوراق عادية، شهادة عادية، أم فيها زيادة؟ في البعثات الداخلية في بعض الأوراق المطلوبة اللي تكون مثل شهادة الثانوية الأصلية، صورة البطاقة المدنية، صورة بطاقة ولي الأمر، وصورة الجواز، وعشر دنانير رسوم البعثة. أما عن البعثات الخارجية فيها اختلاف، فيقدرون الطلبة خلال موقع التعليم العالي أنهم يشوفون الاختلافات ويشوفون شنو هي الأوراق المطلوبة ويتوجهون إلى السنابل. فهناك برج السنابل هناك راح يلقون القوائم الطلابية متواجدين لخدمتهم دائما. جميل. علي لو بتكلم وين أريح، دراسة هنا ولا برا؟ لما تشوف كطالب حاليا ما شاء الله سنة ثانية ثلاثة إن شاء الله. هذا ما شاء الله عليك، خبرتك وحسب اللي تسمع وربعك اللي برا، وين تشوف أفضلية، دراسة داخل الكويت ولا برا، يعني كجو علمي خلينا نقول؟ طيب شوف، مثل ما ذكرت لك بأول مقابلة، هي تعتمد على رغبة الطالب وميوله. يعني على سبيل المثال قلت لك تخصص الحقوق، يعني طبيعي راح أقول لك إنه بالكويت هو الأفضل. أما التخصصات العلمية على سبيل المثال ما تشوف إقبال أكبر على يعني كلية الحقوق في السنوات الأخيرة؟ ما شاء الله أصبح يعني كثر اللي يعني يرغبون بهذه الكلية، وحتى يمكن زاد عندنا ما شاء الله الحقوقيين والمحامين. ما برأيك الشخصي ليش معنى يعني؟ بالنسبة حق رغبة الطلبة في الانضمام إلى كلية الحقوق، بداية هي مرتبطة بسوق العمل، بحيث أنها قد تكون الفرص أكثر. يعني دائما نسمع الكلمة هذه، طالب الحقوق جوكر، يعني أول ما يتخرج ثاني يوم يقدر يطلع قيد بجمعية المحامين ويمارس مهنته كمحامي. فسوق العمل تبارك الرحمن ما شاء الله واسع. شنو في خلينا نقول سوق العمل يطلب اكثر، اذا قلنا غير المحامين غير كليه الحقوق، وين شايف سوق العمل خصوصا في الوقت الراهن حاليا؟ يمكن في تظل تطور التكنولوجي والمهارات اللي قاعد تصير، الثوره المعرفيه اللي قاعد نشوفها ايضا بالتكنولوجيا، وين تشوف سوق العمل يتطلب اكثر اي تخصص؟ بالنسبه للوقت الراهن يعني طلعت تخصصات جديده، يعني انا شخصيا ما لحقت عليها وقت تخرجي من الثانويه، ولو ان تخرجي ما كان من فترة طويلة جدا، مثل تخصص الأمن السبراني مثل ما احنا شايفين حاليا. كذلك طلعت جامعة حكومية ثانية هي جامعة عبدالله السالم، طلعت بتخصصات مغايرة للتخصصات الموجودة في جامعة الكويت. عندك خلفية عنها أستاذنا؟ بالأمانة يعني حسب اطلاعي البسيط على التخصصات، تخصصات متعلقة أكثر شيء في التقنيات، مثل ما قلت أنت حاليا في زمن عولمة الأمن السبراني وغيرها من التخصصات. يعني في اختلاف شوي عن التخصصات التقليديه اللي نقدر نقول عنها في جامعه الكويت. جامعه الكويت ما توفر خلينا نقول بعض المعلومات التقنيه اللي قاعد نشوف ما شاء الله هذا التطور، يعني ما في تخصصات خصوصا مثل نظم المعلومات او حتى يمكن بعض التقنيات الحديثه متوفره داخل جامعه الكويت؟ طبعا هي متواجده في كليه العلوم الاداريه على سبيل المثال، لكن هناك حاليا تخصصات دقيقه جدا مثلا قاعد نشوفها حاليا متواجده مثلا في جامعه عبد الله السلام، او عن طريق خطه الابتعاث الى الخارج. كل الكليات متواجده في الشتاديه، خلاص ما عاد في كليه برا. حاليا عن نفسي كليتي كليه الحقوق، وجيراننا كليه العلوم الاجتماعيه لحد الان لازلنا في شويخ، وكذلك كليه الشريعه لازالوا في كيفان، ومتوقع الانتقال ان شاء الله السنه الدراسيه القادمه. تبون انتقال ولا تبون مكانكم؟ لا لا ما انا شويخ. شيخ عودتهم عليه خلاص. اي وصرح تاريخي عريق مثل ما يقولون وكذا، لا ما انا عمق تاريخي عمق تراب. طبعا والاجواء الدراسيه فيه لله الحمد. يعني تركي وين مشتديه؟ لا طالب حقوق. طالب حقوق معاهم يعني؟ ايه. ما ودك تروح تشتديه؟ لا نهائي. ما تشوف انها جامعه جديده ما شاء الله يعني، وفي خلينا نقول هذه انا طالب خريج. طالب خريج خلاص خلنا خلاص مكان دام انك خريج ما شاء الله، عسى الله ربي يوفقك ان شاء الله تكون باكر يعني الرزق قدامك يا رب. نصيحة للطلبة الخريجة، يعني واحد بيتخرج من خلينا نقول الجامعة، شو تنصح فيه؟ شنو الشروط أو الطرق اللي مثلا مرت عليك تجارب؟ أنت ما شاء الله منسق عام، أكيد يعني عاشرت وعاصرت وعرفت وشفت بعينك شغلات كبيرة جدا، فعطنا من عصارة الخبرة لو بسيطة داخل الجامعة للطلبة الخريجة. أهم نصيحة للطلبة والطالبات خريجين الثانوية العامة
لا تجامل برغبتك أي شخص، سواء أب أم أخ، لا تجامل بهذه الرغبة. لسبب، أنت رغبتك اليوم راح تدش الجامعة، تخرجت إن شاء الله، الله سهل عليك وتخرجت، توظفت، فترة الوظيفة سن يعني جزء كبير من عمرك 30 سنة راح توظف على أساس الرغبة هذه. فإذا أنت كنت مو حاب الرغبة هذه، أنت 30 سنة قاعد تسوي شيء أنت ما تحبه وما راح تكون جيد فيه، راح تأثر سلبا على دولتك وعلى شخصك وعلى نفسك وعلى نفسيتك، ما راح تكون شخص منتج، ما راح تكون منتج. وإذا أنتجت راح تجامل على حساب نفسك، يعني أنت راح تجامل يا على حساب نفسك على حساب الدولة، بكل حالات أنت خسران. هذه نقطة. النقطة الثانية، عدم دخولك رغبتك راح يأثر عليك أنت مستواك الدراسي. ممكن أنت لو دش تخصص ثاني حتى لو كان أصعب، لو دش تخصص ثاني راح تطوف درجة أعلى، راح تنجز أكثر، ولا حد يشتغل بأي وظيفة بأي تخصص. بالنهاية كل تخصص ولا قوته لا مستقبله. ممكن أنا أكون بقوة تخصص مثلا دائر بين الناس، إن ما شاء الله تخصص لفلان، وأنا أدش مثلا تخصص آخر وأكون بروفيسور بالتخصص هذا، فأنا أسمو عليك علميا وأدبيا وكل شيء ممكن. زين، في عندكم طلبة يواجهون مشاكل في السنوات الأولى، يعني يهرب خلينا نقول قادر مبكرا، ما يتحمل ما يصبر، المشاكل تواجه مع البداية، يغادر الجامعة، يخلي الجامعة، يهد الجامعة، يروح بيتهم، يروح وظيفة ثانية وكذا ثاني؟ بالتأكيد، وهذه أحدهم، أحد أكبر المشاكل الرغبة. عدم اختيار الرغبة. يعني مثلا لما يدش الحقوق ينصدم نظام سنوي كميات كبيرة، دكاترتنا احنا يتميزون بان كوادر يعني عريقة معروفة اساميهم ومستشارين دولة، لما يكون داش متخصص هو يبيه راح يدش، ما راح يستوعب الكلام القانوني والقواعد القانونية لانه مو مفهوم اللي تشوفونه بالتلفزيون. شنو مشاكل وجهتك تركي لو بقول على مستوى الشخصي اذا تذكر بداياتك دخول الجامعة، شنو اكثر نقطة يمكن وقفت عندها يعني طولت تفكر فيها كان فيها صعوبة نوعا ما؟ وين بتوظف؟ في البداية كانت معاك موضوع إيه، وين بتوظف؟ خذ رغبة كلية حقوق، عن رغبتك وعن رغبة الأهل؟ لا والله رغبة شخصية 100%. رغبة شخصية. شخصية. معاك من الثانوية، من دشيت الثانوية وأنت كنت تفكر في هذا الموضوع، ولا من دشيت وشفت العالم، شفت الناس، تعرفت أكثر، توسعت المدارك، قررت الدش؟ وفي نقطة بعد، دام إنه توصلنا حق النقطة هذه، في كنت بحيرة من أمري بالثانوية العامة، يا أما دخول العلوم الاجتماعية، تخصص علوم سياسية، أو الحقوق. بعدين اكتشفت انه ممكن انا ادش علوم سياسيه لرغبه مثلا وزاره الخارجيه، وان اكون دبلوماسي ان عشان اختص بهالامر، وممكن ان انا ما اتوظف في المكان، فينتهي علمي، ينتهي تخصصي، ينتهي هني. راح نرجع على شنو؟ عدم انتاج، سوء نفسيه. فادش الحقوق وعندي جميع المجالات ومنها وزاره الخارجيه. طبعا مو استقلام بعلوم سياسيه، لكن كرغبه شخصيه. تفكيرك سليم علي، الناس كلها تفكر نفس تركي ما شاء الله. يعني هل شبابنا بالثانويه الخريجين حديثا عندهم نفس هذا الوعي؟ يعني لو قلنا مثلا ما شاء الله انتم قاعد تواجهونهم بشكل كبير في 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 صارات التسجيل وفي لجان الصمود، عندهم كلهم الوعي، جايينك فاهمين هم وين مقدمين عليه، هم شنو يبون تخصص، ولا عندهم خلينا نقول قصور في الوعي؟ شوف، في البدايه اضافه على كلام اخوي تركي، طبعا اختيار التخصص يعني هو من اهم قرارات حياتك ان لم يكن اهمها، يعني في البدايه انت تبني عليها مستقبلك على قولتهم، فلا بد من الاختيار بعناية، وتشوف أنت ميولك ورغبتك وين رايحة على قولتهم، وهم بنفس الوقت تشوف احتياج سوق العمل أيضا. يعني اليوم في تخصصات ما شاء الله يعني جميلة، لكن سوق العمل للأسف يعني على قولتهم ما يوفر لهذه الفرصة الوظيفية. وهذه رسالة يعني إلى المختصين أيضا، اللي هي أن يكون هناك تنسيق بين الجامعات وإدارات الدولة في احتياج سوق العمل. يعني على سبيل المثال اليوم الوزارة الفلانية تحتاج مثلا سنويا مثلا خلينا نقول 50 مهندس، تقبل 500 مهندس. فبهذه الحالة يعني تؤمن أن تكون مثلا خلينا نقول ديوان مثلا يعلن كل سنة خطة معينة كم احتياجه من الوظائف وفق الوزراء على سبيل يعني المثال وإن لم يكن إعلان، مجرد تنسيق مع الإدارة الجامعية احتياج سوق العمل. يعني على سبيل المثال لتتفادى على قولتهم أزمة البطالة اللي اليوم نسمع فيها، يعني على قولتهم التوظيف. اي نعم، فالتنسيق ما بين الجامعات وديوان الخدمة المدنية على سبيل المثال وجهات الدولة الأخرى. وين أكثر كلية على تكدس، حقوق ولا التربية؟ بالنسبة لك قاعد تشوفهم بعينكم. احنا ما نتكلم على كلية، نتكلم على تخصص بشكل عام يعني على سبيل المثال. بس لا أكثر طلبة تسجيلا وقبولا عندكم حسب توجههم بالجامعة، التربية
أم الحقوق أم كلية الهندسة علوم إدارية؟ وين شايف الناس تتوجه أكثر أو الرغبة؟ حتى لو كان القبول خلقه بالتساوي بس الرغبة وين متجهة؟ الناس لما يشوفونه في القبول في الصالة في القاعة عندك وين رغبته أكثر؟ صحيح. شوف تقدر تقول الرغبة في كلية الحقوق بالعكس الرغبة مرتفعة، لكن بنفس الوقت مثل ما قلت لك في منتصف اللقاء أنه في سوق عمل ماشي على الأقل من ثاني يوم تقدر يعني مبرر تسوق. يعني أنت رغبتك في الكلية مبررة، لكن شنو المبرر؟ شنو التخصص اللي غير مبرر؟ يعني مو فاهمين ليش الناس تبيه. أضيف يعني في بالإضافة أنه أولاً عندك أنه ذكور وإناث طلبة خريجين أدبي وعلمي، على هالأساس أنا أقول لك وين راح يكون تكدسهم. طلبة أدبي اكتساح حقوق، طالبات غالبا تربية الأدبي، العلمي تخصصين يندرجون درجات مثلا مرتفعة، ذكور وإناث هندسة وطب. الدرجات في بعض الطلبة مثلا كلية العلوم الإدارية، بس كلية العلوم الإدارية ما راح يكون فيها تكدس لأن تستقبل عدد طلبة كبير، بس التكدس راح يكون عندي بالطب. يعني في طلبة كثيرين يمكن ما يعرفون الحظ في الطب لأن مقاعدها جدا محدودة. زي ما شاء الله الطب ترى نسبة جماعة مرتفعة حيل، يعني تروح تكلم عن 98 99، معقولة عندنا خريجة ما شاء الله بهالنسبة الكبيرة هذه؟ الكويت عندها أكثر إن شاء الله نوابق ما شاء الله. إيه لا فيه الحمد لله، ترى كل سنة بعد طلبة الحمد لله أنا قاعد تزيد درجاتهم، وهذا يدلك ترى إنه يعني على قوة وزارة التربية وتحسنها وتقدمها. ما شاء الله يعطيهم العافية. أنا أهنيهم صراحة وأقول يعني دائما الشيء بيذكر، يعني التعب بعدين مجهود بعدين إنتاج بعدين فرح، وهذا نتمناه دائما وابدا للناس المتفوقه انها تزرع وتحصد. زين بالنسبه لكم، والسؤال لاخوي منصور، يعني احنا سالنا على الجامعه وين كان اكثر الناس رغبه، عندكم في الجامعات ايضا الخاصه وين اكثر الناس ترغب في التخصصات؟ هل تتجه التخصصات التربويه، التخصصات الادبيه، التخصصات العلميه، وين تشوف اكثر الطلبه؟ اكثر الطلبه يتجهون حق تخصصات كما نقول كليتين، الهندسه والعلوم الاداريه. ليش؟ لوفرتها في سوق العمل صحيح بشكل خاص، وفي وجهة نظر ثانية أو الشق ثاني بأن الطالب هو اللي حاب التخصص. وأنا هذه دائما نصيحتي لأي طالب بشكل عام، التخصص اللي حبيته أو اللي راح اللي تحبه، يعني إذا أبدعت فيه أنت راح تصنع حق نفسك في الفرصة، لا تنطر سوق العمل، خلاص انت اللي راح تصنع حق نفسك الفرصه. دائما مستقبلك روحك في نفسيتك، ترى دائما النفسيه هي تلعب دور دائما. اذا انت مرتاح بالتخصص اعلم ان انت راح تبدع فيه وراح تصنع حق نفسك فرصه. انت جامعة خاصه منصور لك علاقه فيها، بتعرف الشباب؟ اي اعرفهم شباب. تعرفهم من وين؟ من الجامعه ولا من برا؟ قبل العمل العمل الطلابي والعمل النقابي. ما شاء الله يعني نفس المدافعين فوق الطلبه. الحمد لله الحمد لله. الله هذا ترى شيء ننصح له، والله نفخر فيكم صراحه. لا شباب صغير ما شاء الله وعنده هذا الوعي وهذا الطموح وهذا الجهود، يعني مو بس والله يقول بروح ادرس ولا انا همي نفسي ولا بنام في البيت، لا ايضا عنده حب الخير وحب العطاء اكثر واكثر للبلاد وللعباد. عندي شيء بتقوله طبعا علي واللي تكلمت عنه بالنسبه للتخصصات وايضا اكثر توجهاتك اللي هي. اي نعم صحيح، بس ما قلنا اول شيء العنايه في اختيار التخصص وكذا وسوق العمل واحتياج سوق العمل. يعني بكمل على نقطة كلية التربية على سبيل المثال لأنك سألت عنها صحيح. أكثر مرة كلية التربية، طبعا أنت من دش كلية التربية خاصة تدري وين مكانك، ضامن مكانك بالنهاية، يعني من اسمها كلية التربية، فإن شاء الله تكون معلم متجه. أي معلم يعني واضحة تقدر تقول. ما تشوفون يمكن حتى المعلمين عندنا صار فيه انتشار يمكن من ناحية خلينا نقول الاستقرار الوظيفي الدوام؟ جماعة ترى الدوام مهم جدا لما تكون شلو لك شلو عليك. في ناس ما تحب مثلا تقول دوامات النوبة اللي بعد الدوام الرسمي تقول والله دام الساعة 8-7 مثلا أخلص ساعة 2 والأمور سهلة. ما تشوفون هذا الأمر يفكرون فيه الشباب اللي تواجهونهم حديثي التخرج من الثانوية؟ هذه العقلية موجودة في 100% نفس اتجاه، يعني خلنا نطلع شوي من برا حدود الجامعة، نفس ضباط نقول كابن تجي ضباط، ليش بتجي ضباط؟ أطلع ضابط خلاص محصورة وظيفته. في ناس عندكم تسجل كلية بعدين تقلب الضباط وتطلع. عدد كبير عدد كبير عدد كبير عدد كبير، ولي سنة ثانية لي سنة ثالثة يعني، وفي بعضهم تدنى درجات العلمية كونه أنه خلاص أنا راح أدش ضباط. زين أدرس يعني يمكن ما يحالفك الحظ، وفي فعلا متضررين ومنهم يعني يعني أصدقاء شخصيين تضرروا بالسالفة هذه.
لما ذهب لما غير تخصص ذهب وبالعموم خدمة الوطن والبلد في كل مكان كان في كلية الضباط أو حتى كلية حقوق أو كلية أو في جامعة الكويت أو في جامعة خاصة. الناس كلها إن شاء الله عندها هدف دائما وأبدا هي خدمة الوطن وهذه الأرض الطيبة المعطاة. لكن سؤال حديثكم بينكم أنتم شباب يعني دائما يعني كل جيل يختلف باختلاف الأشخاص اللي فيه لكل زمن دولة ورجال يعني صحيح. واحد يختلف جيلكم هذا اللي فيه ما شاء الله وأنا هنيكم على هالطموح على الفكر صراحة. وين تحبون أكثر؟ وين شايفين نفسكم أكثر؟ وين السوالف اللي بيكم دارجة والله في تخصص معين إحنا نبيه والله يا ليت هذا كذا حتى لو ما حصل لكن طموحك تفكيرك قلبك يميل هذا الأمر وين تشوفون نفسكم أكثر؟ هذا راح يجي على كل طالب. طول ما أنا في 8000 طالب وكل طالب فيهم كلية معينة معناته إن الجيل مو متفق على توجه معين مستحيل إنه يتفق. بس اللي أذكره في السنة اللي طافت كان في توجه للعلم السبراني مفاجئ جدا يعني وخاصة بعد ما طلبوا أشخاص خريجين الأمن السبراني إيه وكان في طلب من الوزارة فصار إنه شنو التخصص هذا ناس مواهب عبقرية خاصة في الأمن السبراني في التكنولوجيا والتقنيات معاكم ناس فلتات زمانهم مثل ما نقول. طبعا في جامعة الكويت كوادر الطلبة في كوادر الأمانة يعني تخجل أمامها بأن أنت يعني ما شاء الله لما تشوفهم تستانس وتفتخر ان انت نماذج؟ انت ايه اكيد في نماذج مثل للتو في يعني ما يقارب شهر هناك طالبتين في كلية العلوم للعلوم تم اكتشافين فلكيين ما شاء الله فانت قاعد تسولف عن شيء انه يعني مو شيء سهل او شيء طبيعي. وكلية الهندسة طلبة الجامعة اقترحوا فكرة سلك قطار في الإشدادية ما شاء الله هم مسوين المشاريع هذه طبعا كثير. واحنا مثلا عندنا بالحقوق احنا ما عندنا ابتكارات فتشوف ان مثلا احنا نشارك صحيفة الجامعة ان ننزل صحف جامعية ووجهة نظر الطلبة. وواحدة من اجمل الامور اللي حصلت ان احنا رفعنا قضية على الجامعة بامر معين حق الاطلاع طلبة حقوق من على يعني ان الدكتور هو اللي علمنا وردينا عليه واحنا اللي كسبنا القضيه قضيه صدق اي علمته الرماية فرماني هذا اللي حصل فعلا. ف يعني انت قاعد ايش بامور والدكتور مستانس ان احنا طلبته وبقضيته بتخصصه. ف يترون فيك الدكاتره التركيه يعني الدكتور اللي يكون ما شاء الله متشرب دائما احنا دائما نشوف مثلا يمكن الافلام تختلف بعض الشيء بس دائما الشخص اللي يكون متشبع بالقانون هذا يأتيك شخص ما شاء الله فيلسوف أو شخص تتأثرون فيهم كطلبة يعني ترونهم قدوة ترونهم أصحاب إنجازات بالنسبة لكم يعني يصير قدوة أنك ودك تصير نفسه في قادم الأيام في المستقبل. للأمانة خلك من سكة الأفلام كاملة لأن ترى قانون الكويت يختلف عن قانون أمريكا يختلف عن قانون بريطانيا وفلسفة القانون الكويتي مختلفة جدا يعني خاصة أن أنت تنحصر تحت أمور دينية معينة تحت هناك أمور جنائية يعني في اختلافات كبيرة. بالكويت احنا عندنا دكاترتنا مستعدين يقدمون مشاريع دول إنشاء دولة كاملة ما شاء الله. فيعني ما شاء الله هذا حيك فيه القانون ما شاء الله لا إله الله خلاص انت حافظ غير الحين تشبع فيه. شوف احنا ترى مو حفظ هذا كلام فاضي ما في احنا نستفسر منكم هي مواد قانون صح؟ هي مواد قانون لكن احنا ما نحفظ احنا لو نحفظ كان ما في محامي احسن محامي كان ما في دكتور احسن من دكتور يعني مفهومية. عموما تركي فواز الضفيري من أصدقاء عام بجامعة الكويت أنا أشكر لك كل الشكر إذا حامل كلمة أخيرة في نهاية لغاية الشباب يقول لي خلاص إحنا خلص. أول شيء يعطيكم العافية ولقاء شيق وما حسين بالوقت طار الوقت وجزاكم الله خير على هالاستضافة وإن شاء الله أن فدنا الطلبة وأي قصر ما قدمنا أو أن فيه أسئلة موقع جامعة الكويت إن شاء الله أنه راح يكون كافي وكفيل للطلبة بإذن الله. يعطيك العافية تركي أيضا الأستاذ علي جاب المقصيد إذا حامل كلمة أخيرة في نهاية اللقاء. أبدو شاكرين لكم على حسن الاستضافة أتمنى أن يعني أثرينا المشاهدين أسأل الله لهم التوفيق في المرحلة القادمة خصوصا أخواني وأخواتي طالب الطالبات الثانوية العامة الخليجية. ليفربول يأخذ الدوري ولا خلاص بعد رحيل الكلوب نشوف من المدرب عاد الجاية الحين صوت عارني صوت الحين على عنه رسمي ها رسمي يا رسمي الله في أمل ولا خلاص لا شو إذا مهني العربي عاد شو بإذن الله أيضا منصور عدنان وضحك إذا حاب كل ما خير شاكر لكم على حسن الاستضافة وأتمنى أن فدنا الطلبة وحاب أن أذكرهم بأن دائما سنكون متواجدين أنا وإخواني لخدمة جميع الطلبة سواء في جامعة الكويت أو في البعثات الداخلية أو في البعثات الخارجية. وحساباتنا إن شاء الله راح تكون موجودة مثل ما ذكرت لك حساب جامعة الكويت قلنا حساب لجنة تاسكمي راح يكون متواجد
الله يعطيكم العافية. أنا أشكر كل شيء كلكم صراحة، وسعدت صراحة في يعني هذه الكوادر الشبابية المعطاء. دائما ما نفرح لما نشوف شباب كويتي شاب طموح عنده هدف خدمة الطلاب، خدمة البلاد والعباد. شكرا لكم مرة أخرى. أيضا أشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام، أتمنى أن نكون قد قدمنا ما ينال رضاكم واستحسانكم. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين في حفظ الله ورعايته.